كثيرة هي المناطق السياحية في دبي، فهي النافذة التي يرى من خلالها الزائر ماضي وتاريخ المدينة العريق. تعتبر سيف أحد هذه المناطق المميزة التي افتتحت في عام 2017، كما أنها تعد من أهم الوجهات المائية السياحية في دبي. تتميز بأنها تجمع بين المباني المعاصرة الحديثة والطابع التراثي القديم. وتضم سيف خيارات متنوعة من الأسواق، المقاهي، والعديد من المحلات التجارية التي تلبي جميع الأذواق. تقدم هذه الأسواق للزوار مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والتقليدية المشغولة يدوياً بأيدي حرفيين، منها السجاد بجميع ألوانه وأشكاله، والأقمشة البراقة المختلفة، والفساتين التراثية المزغرفة بتصاميم جذابة، إضافة إلى الأحذية المصممة على الطراز القديم. وسيجد الزوار خلال زيارتهم في سوق السيف التراثي بضائع مميزة تشمل الديكور المنزلي من مصابيح وأكسسوارات، والحقائب المرصعة بالأحجار الكريمة والتي يميزها تصميمها المستوحى من خمسينيات القرن الماضي. توفر المتاجر العديدة من أنواع البخور والزيوت العربية التي تفوح بعبق الماضي، كما أنه بإمكان الزوار اقتناء اللوحات والتحف التذكارية القديمة التي تعبر عن التراث الإماراتي. وبالرغم من أن المطاعم والمقاهي حديثة، إلا أنها مصممة على الطراز المعماري القديم لترسخ في أذهان الزوار الشكل التراثي لمنطقة السيف. إلى جانب الأسواق والمقاهي القديمة، بإمكان الزوار الإقامة في فندق السيف التراثي الذي صمم بالكامل من الخارج إلى الداخل على الطراز الإماراتي القديم. ومن السيف تمتد الجولة الثقافية لحي الفهيدي التاريخي المليء بالمعالم التاريخية الذي يحتضن عدة فعاليات أهمها مهرجان سكة للفنون والتصميم. مهرجان سكة في النسخة العاشرة، وكالعادة مهرجان سكة موجود في حي الفهيدي، وحي الفهيدي فيه بيوت تاريخية بمجموع 55 بيت، وهالسنة 8 بيوت فعالة في مهرجان سكة. طبعا مهرجان سكة فيه ثلاث أشياء أساسية، أولا الفن، الفنانين من مختلف الأنواع والأشكال، مصورين، مصممين، رسامين وغيرها. ثانيا عندنا الورش اللي موجودة في أكثر عن مكان في المهرجان، وآخر شيء العروض اللي موجودة على المسرح وعروض السينما. مهرجان سكة الذي يحتضن الموهوبين ومحبين الفن بشتى أنواعه، يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالمعارض واستكشاف التركيبات الفنية المبتكرة. والمشاركة بمجموعة مختارة من النشاطات الممتعة والمفيدة للكبار والصغار. وعلى الرغم من التطور المستمر، تسعى دبي للحفاظ على العادات والتقاليد والتراث الإماراتي، إلى جانب دعم الفنانين بجميع أنحاء العالم.